جايبين لك كل الحبايب النهارده، معانا النجم طبعا كابتن معتز اينو. كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير عليك يا ساره واستاذ احمد، طبعا كل سنه وانتم طيبين. منور الدنيا كابتن اينو حبيبي، تسلم. كل سنه كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك حبيبي تسلم. انت عارف قبل الهوا بسال كابتن احمد لو حد حابب تاكل من ايديه يكون مين؟ قال لي طبعا معتز اينو. يعني حسسني الشيف اينو، قلت له يعني شويت كده في المطبخ زي ما هو شويت في الملعب، قال لي 10 على 10. مسياتك اهو. مسياتك اهو. ايوه انت هتقول لي بس يا رب بس تجيب الحاجات الحلوه وتمشي الحاجات الوحشه. طب بقول لك ايه، اخبار الكنافه والقطايف ايه؟ انت عارف الناس اللي فيه. لا على طول اينو كان بعد يعني بعد ما نيجي بتمرن بعد الفطار فيجي طبعا كابتن حسام البدري، كان الاوزان الكيلو كان عليه 1000 جنيه صح؟ وانا كنت باكل 2 كيلو قطايف يعني 2 كيلو. اقول له ال 2 كيلو دول ايه؟ يقول لي قطايف. حبيبي يا اينو، وانا طبعا اينو نجم كبير وانا بحبه جدا، واحنا كنا بيربطنا علاقه يعني اخويه بره الملعب، دي كانت بتبان في الملعب زي ما قال استاكوزا ومع اينو. طبعا الحب اللي كان بينا حتى لحد دلوقتي، يمكن انا سايب النادي الاهلي من 2008 ولحد دلوقتي على تواصل مع بعض، انا واستاكوزا واينو وصديق وعاشور وجديد وكل اللعيبه، وكلنا كاخوات بنحب الخير لبعض، فدي اهم حاجه كنا حريصين عليها وحريصين عليها لحد دلوقتي. يعني كابتن اينو، لا هو خلاص، هو ده هو المداخله لاحمد. لا يا كابتن، عايزين نعرف منك برضو اكتر المواقف كده اللي مع كابتن احمد عادل اللي ممكن يكون صعب اصلا انك تقولها على الهواء كده، نفضحه شويه زي ما هو. مواقف كتير بلاش. لا لا عايزين نعرف. لا هو عادل طبعا، انا عايز اقول حاجه بعيده عن الكوره خالص، عادل من الناس المحترمه، عشان هو قاعد على فكره فعلا من الناس المحترمه جدا 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 بره الكوره. انا كنت يعني مشيت 2012، انا مشيت بعديه حوالي 4 سنين، انا زعلت جدا ان هو مشي، بس هي دي سنه الحياه. لكن طبعا عادل اثر فينا كلنا من بعد ما مشي، ومن اللعيبه المهمه جدا كانت في النادي الاهلي. بتمنى له طبعا التوفيق في حياته اللي جايه كلها، سواء كناحيه اداريه او في التدريب يعني. وهو زي يمكن زي ما هو قال، احنا على طول مع بعض وعلى طول على اتصال مع بعض. يعني احنا انت عارفه الكوره هي يعني مش في الملعب بس، يعني اللي انا عايز اقوله اللي هي مش في الملعب بس، لا احنا كمان علاقتنا اخويه للابد يعني ان شاء الله. فبتمنى له كل التوفيق، هو من الناس المحترمه جدا جدا، وهو عارف بقى اخويا وحبيبي، وكان عيش وملح مع بعض وهزار وضحك وكل حاجه يعني. حبيبي طيب، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، وانت يمكن القاسم المشترك بين كتير من لعيبه النادي الاهلي، واضح انك انت محبوب جدا كابتن اينو، كل الناس بتعزك وبتحبك جدا، ونتمنى نشوفك ان شاء الله معانا هنا في الاستوديو على شاشه الاهلي. شرف ليا طبعا ان انا كنت موجود معاك، وقناه الاهلي ده بيتنا الكبير طبعا، وبتمنى ان شاء الله العادل التوفيق في حياته زي ما قلت، وانا علاقتي بكل اللعيبه الحمد لله كويسه، وما شفناش مع بعض الا كل خير ومحبه يعني، وبطولات مع النادي طبعا طبعا، فهتفضل حياتنا وعلاقتنا للابد زي ما قلت. طبعا طبعا، كل ما هو مرتبط باسم النادي الاهلي دايما بيكون خير، ودايما بيكون جميل، ودايما بيبقى فرحه، ونتمناها كده دايما على طول. بنشكر كابتن معتز اينو، كل سنه وانت طيب انت وكل اسرتك وحبايبك.